حاسكيل 47. بعدين رجعني المدخل للهيكل وفينه في مية بتخرج من تحت العتبة بتاعته ناحية الشرق، لأن وجهة الهيكل كانت ناحية الشرق وكانت المية تنزل من تحت الطرف اليمين لعتبة الهيكل جنوب المذبح. بعدين طلع بيا من طريق باب الشمال ماشي بيا في الطريق البراني للباب الشرقي البراني وفينه المية بتجري في الجنب اليمين. وبعد ما الراجل خرج ناحية الشرق راح يقيس 1000 دراع حوالي 500 متر بخيط قياس كان في ايده، وعدى بيا المية اللي وصل الارتفاع بتاعها لحد الكعبين. بعدين قاس 1000 دراع تانية حوالي 500 متر وعدى بيا المية اللي وصل ارتفاعها لحد الركبتين، ورجع فقاس 1000 دراع تالتة حوالي 500 متر وعدى بيا المية اللي وصل ارتفاعها لحد الوسط. بعدين قاس 1000 دراع رابعة حوالي 500 متر وفين ونهر ما قدرتش اعديه لان المية فاضت، مية سباحة لنهر ما يتعداش. وقال لي شفت ده يا ابن ادم؟ بعدين رجعني لشط النهر وفين ولاقي عليه اشجار كتيرة موجودة على الضبتين بتوعه. وقال لي المية دي بتخرج لناحية المنطقة الشرقية وبتنزل لحد العربة وبتروح للبحر. للبحر هي خارجة فتشفي المية، ويبقى ان كل نفس حية تدب مكان ما يجي النهرين تعيش، ويبقى سمك كتير قوي لان المية دي تيجي لهناك فتشفي ويعيش كل اللي يجي النهر ليه، ويبقى صيادين واقفين عليه من عين جدي لعين عجليم، يبقى عشان فرد الشباك، ويبقى السمك بتاعهم على انواعه زي سمك البحر العظيم كتير قوي. اما المستنقعات بتاعته والبرق بتاعته فما بتشفيش من الملوحة بتاعتها، وعلى النهر ينبت على الشط بتاعه من هنا ومن هناك كل شجر للأكل، ما يبلش الورق بتاعه وما يتقطعش الثمر بتاعه، كل شهر يطلع الثمار بتاعته بدري لأن المية بتاعته خارجة من القدس، ويبقى الثمر بتاعه للأكل وورقه عشان الدواء. كده قال السيد الرب، دي حدود الأرض اللي تملكوها بحسب عشائر إسرائيل الاثناشر. يبقى الخلفة يوسف نصيبين وتقسموا بينكم بالتساوي الأرض دي اللي حلفت لأبهاتكم إني أديها لكم عشان تبقى ليك ورث، وهي دي حدود الأرض ناحية الشمال من البحر الكبير وانت معدي طريق حسلون لحد صدد، ومن حماة وبيروثة وسبرايم اللي بين حد دمشق وحد حماة وحصر الوسطانية اللي على حدود حوران. فتتمد الحدود الشمالية من البحر لحصر عينان اللي على الحدود الشمالية من حماة، والحدود دمشق في الجنوب، فتبقى دي هي الحدود الشمالية بتاعتكم. وتتمد الحدود الشرقية من حصر عينان بين حوران ودمشق وعلى طول الأردن اللي بيصل بين جلعاد وإسرائيل وانت معدي بالبحر الميت لحد سمار، فتبقى دي هي الحدود الشرقية بتاعتكم. أما الحدود الجنوبية فتتمد في الغرب من سمار لحد مية مريبوس قادش، ومن مكان ما بيتفرع نهر مصر للبحر الكبير، فتبقى دي هي حدودكم الجنوبية. أما الحدود الغربية فتبقى حد البحر الكبير، فتتمد من الحدود الجنوبية لمدخل حمام الشمال، فتبقى دي هي الحدود الغربية بتاعتكم. وبالشكل ده تقسموا الأرض دي على حسب عشائر إسرائيل، تقسموها بالقرعة عشان تبقى ورث ليكم وللغرباء وللي ساكنين بينكم اللي خلفوا أولاد في وسطكم فيبقوا ليكم زي أهل البلد من ولاد إسرائيل، فيورثوا بينكم في وسط عشائر إسرائيل، فتدوا الغريب ميراث فأرض العشيرة اللي اتغرب فيها، بيقول السيد الرب.